واحد الولد ديالي مشى لواحد الاداره باش يطلب شهاده السكنه، ما بغاوش يعطيوها له. ايوا دخلت انا عطوها له في الاخر، قلت له شتي يا وليدي دابا باش تاخذ هاد الوثيقه خاص باك يكون رئيس الحكومه. قال لي لا بابا بالعكس خاصو ما يكونش رئيس الحكومه. وراه عام يعيش فيه المغربي، يعيش فيه ولدك مع المغاربه احسن خمس سنين يدوزها في كندا ويرجع مدهشر. انا كيجيني داك الشيء بكل صراحه مخدوم وراءه جهات معينه. السي انا فهمت من هذا الشيء هذا اللي بقى واحد القضيه انك تشارك في الحكومه بدون تحكيم. نعيش تحت تسيير حكومه لم تعد على الاقل لم تعد تتمتع بثقه المجتمع والشعب. الحكومه هذه قال خص رئيس الحكومه يقرا. انا غنتكلم دابا على السي وهبي وعلى هذا الشيء اللي وقع. وانا ما تكلمتش على السي وهبي، ما تكلمتش لانه الطبيعه ديالي ملي كنشوف شي لا بغينا نقولوا شي دوشه بحال هذا الشيء اللي وقع في هذا الشيء ديال السي وهبي كنشك، كنقول واه هاد الشيء يوقع لينا حنايا عادي على مثل هذا وعلى اقل من هذا. ولكن يوقع الوهبي اللي هو الاصاله والمعاصره شنو كاين؟ كنقول شكون الجهه اللي بحال اللي وقع واحد الوقت السي عزيز اخنوش هبطوه حتى لتحت وعاود طلعوه حتى للسما فهمتيني ولا لا؟ دغيا قطعوا الناس افريقيا وما عرفتوش شنو تيبيع اخر فهمتيني ولا لا؟ ولينا كندوزو تيقول لي فريد شوف السي عبد الله ستاسيون ديال افريقيا خاوين ما فيهم حتى واحد. شنو وقع؟ انا كيجيني داك الشيء بكل صراحه مخدوم وراءه جهات معينه ودخل فيه الشعب والمجتمع. انا غنقول لكم شنو هي الخلاصه اللي استخلصت. انا ما عارفش ما قادرش انا نجزم واش وقع التزوير في الامتحانات ولا ما وقعش التزوير، واش تعطات هذا الشيء في نفسي ان شي حاجه من هذا الشيء كاينه في نفسي، كما عنديش الدليل واليقين. ما تكلمتش ولكن كلشي الاخوان اللي بغاو يتكلموا ولا كتبوا شي حاجه خليتهم يكتبوا داك الشيء ويتنشر في الموقع، لانه ما نقدرش انا نظلم شي واحد هكذا نجي نقول له نتايا. ولكن بغيت نقول للسي وهبي، السي وهبي انا فهمت من هذا الشيء هذا اللي وقع واحد القضيه انك تشارك في الحكومه بدون ثقه. الثقه هي الاساس، يبدو ان الشعب لا يثق فيك او فقد ثقته فيك. هذا الشيء اللي كيبان لي. ممارسه السياسه بدون ثقه صعبه، ما نخبيش عليك، تقريبا نفس الكلام اللي بغي نقوله للرئيس ديالك. هذه مشكله اليوم تنعيشها، هي اننا نعيش تحت تسيير حكومه لم تعد على الاقل لم تعد تتمتع بثقه المجتمع والشعب، وهذا شيء قاسي. انا اللي جيت الاخوان قلت لكم الله يخليكم، لقيت حمله ديال على السي اخنوش يقولوا له ارحل، قلت لكم ما تدخلوش في هذه الحمله كتذكروا مزيان. ونضوا بعض الاخوان تيقول لي يا السي عبد الاله علاش كتقول لنا هذا الشيء هذا الشعب؟ تخيلوا لو كان دخلتي في هذه الحمله ذاك الساعات كنا رحنا اضحوك اليوم. ولكن انا ماشي على هذا الشيء قلت لكم مش تدخلوا، ما قلتلكمش تدخلوا حيت ما كنتش مقتنع. هذا جاء على كل حال جاء، وهذا الرئيس ديال الحكومه ديال المملكه المغربيه، وحنايا ما نتمناو له الا الخير، نصاب كون نجح ونسى الناس فينا كاع. ياك غتنجح البلاد اسيدي بلاش من هذه العداله والتنميه. لكن هذا لم يقع، لم يقع. والى حد الان ماشي ما نجحش، ما نجحش، ولكن تبين انه اصبح يحكم بدون ثقه، وكانني به يحكم بدون ثقه ولا يبالي بالمجتمع، لا يبالي به، بمشروعيه اخرى بجهه اخرى. وهذا امر صعب. وحتى اذا كان قد وقع فكان عليه ان يجتهد لكي ينال هذه المشروعيه وينال هذه الثقه، هذا لم يقع لحد الان. هذا لم يقع لحد الان. ولهذا
فأنا ما زلت أكرر أن أنا ما أنا قلت لكم ما تدخلوش. وجات حملة أخرى ديال الإرحال فيها 2.5 مليون ديال الناس عقبة يعني عقبة بروز يعني الأسعار وارتفاعها بشكل مهول، ومع ذلك وتجمعوا لها 2 مليون ديال الناس ونص وما دخلناش فيها، وإلى حد الآن لم تؤتي شيئا. وأنا اليوم ما غنقول لكمش قولوا له إرحل، ما نقولها لكمش، أنا الآن فقط متأسف وتنقول له راه جالس كتسير إلى حد الآن بدون ثقة المجتمع والشعب. والغريب أن السيد ريس حفظه الله جاب 2 ديال الأخبار اللي ما كانوش في راسي، لا هذيك ديال حفيد نصر المنضلة ولا الثانية ديال الثقة ديال الأسر، وقال أنها لم تنحدر قط إلى من حضرت إليه اليوم، وكأنه كان يمهد لما أقول. وهذا حينتش أنا سياسي كنشوف البلاد، كنشوفش الحزب كنشوفه كناخذه بعين الاعتبار من بعد ما كنشوف البلاد فين غنمشيو. لي طبيعي وأنه إذا تيسر وكان هنالك نصيب من التعقل أنه بعد فترة معينة إذا تأكد هذا الأمر أن نرجع إلى المجتمع ونقول له الحقيقة ونعيد الانتخابات. إحنا دابا كنعيبوا على ما يسمى بإسرائيل، ولكن في 4 سنوات عملت 5 ديال الانتخابات، شو وقع؟ إحنا بلادنا الحمد لله مستقرة وآمنة، والحقيقة أن بلدنا يحكمها أمير المؤمنين، بمعنى آخر أن الاستقرار ما مرتبطش بالحكومة، مرتبط بالحكومة بواحد المستوى معين، ويقدر يكون اللي مرتبط بالحكومة هو الخطر على الاستقرار. ولكن كاين أسس، كاين صلاحيات عند جلالة الملك، هذا ماشي معنى أن جلالة الملك هو اللي كيسير الحكومة في التفاصيل، هذا غير صحيح. أنا أحدثكم كرئيس حكومة سابق، غير نقول لكم أنه الحمد لله المملكة المغربية ما عندها مناش تخاف، يمكن لها دير انتخابات يعني في الوقت اللي تشوف باللي هذا صواب. إخواني، هذا الحكومة أنا ما غاديش نذكر لكم التفاصيل كلها هي، ولكن لم تنتبه هذه الحكومة، لأنه أنا أقول لكم بصراحة قبيلة من اللي كان السيد ريس كيتكلم قال هذا التقرير ديال سميتو ذاك المجلس مندوبية السامية للتخطيط، راه الله بقيت كنضبط الكتابة الجهوية والإقليمية والمحلية، إن شاء الله من هنا للمستقبل لا عاود صوتيو عليا وما نعرف انتينا لله الا بغيت لكم تانا، لانه سي با سور. يعني هذه الحكومه هذه قال خص رئيس الحكومه يقرا، شكون اللي قلت اخر خصو يقرا؟ الحكومه ورئيس الحكومه. انا كنتسال واش تيقرا؟ لا هو لا شك تيقرا بمعنى كيعرف يقرا اونفا بصعوبه بطبيعه الحال اللغه العربيه بالخصوص، ولكن واش تيقرا؟ حيت خصو يقرا، حيت رئيس الحكومه خصو يكون تيقرا. من الامور اللي تيخصو يكون تيقرا، تيخصو يكون تيقرا المرجعيه ديال البلاد اللي كيحكمها، والتاريخ ديال البلاد اللي كيحكمه، والاحزاب ديال البلاد اللي كيحكمها. وهذا بطبيعه الحال صعب على رجل اعمال ولد بملعقه من ذهب في فمه ودرس يعني في الخارج الى اخره. وانا كنوصيكم قري ولادكم مع المغاربة ملي يوصلوا للجامعة ولا فوق الجامعة بغاو يمشيوا للخارج باش يكتسبوا المهارات مزيان، ولكن خصهم يكونوا كيعرفوا شنو هو المغرب وشنو هما المغاربة. وغتقولوا لي يا سي عبد الإله هذاك التعليم اللي عندنا مزيان، إلا ما كانش ممتاز من الأسباب اللي خلاته يتراجع هو أن النخب تخلت عليه. فقري ولادكم مع المغاربة، وراه عام يعيش فيه المغربي، يعيش فيه
ولدك مع المغاربة حسن 5 سنين يدوزها في كندا ويرجع مدهشر ما عارف راسه. تيقوني في هذا الشيء اللي تنقول لكم. ايوا طبعا هذيك حاجه اخرى. واحد الولد ديالي مشى لواحد الاداره باش يطلب شهاده السكنه، ما بغاوش يعطيوها له. ايوا دخلت انا عطاوها له في الاخر، قلت له شتي يا وليدي دابا باش تاخذ هذه الوثيقه خاص باك يكون رئيس الحكومه. قال لي لا بابا بالعكس خاصو ما يكونش رئيس الحكومه. فهمتي وياك؟ حتى الليل وتفهموه.